السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأشخاص المهتمين بالتجارة الإلكترونية عبر الفيسبوك، الطريقة الأولى دون أن أطيل عليكم هي فتح صفحة على الفيسبوك. الطريقة جد سهلة، ديماغي ثم وضع عنوان مناسب للصفحة. بعد ذلك يعني مثلا عندي عنوان، خصوصا يعني العنوان لابد أن يكون ضمن موضوع المنتوجات التي يجب عرضها، مثلا منتجات صحية، منتجات تجميل، منتجات طبية، اكسسوارات، مثلا ديكورات منزلية، على حسب طبيعة المنتوج الذي يرغب الشخص في عرضه. لأن باش ما حددتي الموضوع باش ما كيكون المتابعة، يعني ما يكونش أشخاص اللي يبقاو يطرحوا عليك أسئلة يعني ولو أنهم ما مهتمينش ولا مضيعة الوقت. دونك مثلا عندنا المنتجات الطبية فقط كمثال، دونك الكاتيجوري ديال لاباج مثلا الشوبين فونتو ديتاي، هذا فقط كاقتراح. ثم بعد يعني تعبئة جميع معطيات الصفحة كما كتلاحظوا، من بعد كنوضعوا مثلا لادريس العنوان الا بغيتي ما بغيتيش، دونك انك تضع على ما جنيف با. ابخي كنضيف واحد الصورة اللي هي ضمن موضوع الصفحة. ثم بعد ذلك هنا كتجي المرحلة الأهم وهي كيفية تسويق المنتوج. داكو، ده بالنسبة لطريقة مثلا قبل عندي يمكن لي نضيف الرقم باش الأشخاص اللي بغاو يكومونديو ويوضعوا طلبيات كيرسلوا لي مباشرة على الواتساب. إلا ما بغيتش نعتمد على الواتساب، يعني أشخاص اللي عندهم يعني ما كيبغيوش يستعملوا الواتساب أو لا، يعني الخصوصية كل واحد، دونك هنا غنعتمدوا فقط على الفيسبوك. دونك كندير واحد المنشور كما كتلاحظوا، خصني نوضع جميع الخصائص ديال المنتوج ديالي باش ما نبقاش نتوصل بتعاليق فيها تساؤلات اللي كتكرر وخصني نجاوب كل شخص. كنوضع الاسم ديال المنتوج، الثمن ديالو، الثمن هنا ضروري. بالنسبه لطريقه الارسال امانه، يا اما كتكون انتجري الثمن ديال الارسال ل 80 درهم حتى ل 50 درهم على حسب الوزن ديال الامانه ديالك، كتانتيغري في الثمن ديال المنتوج، او لا كتخلي ثمن الارسال يعني وكتخبر الشخص اللي بغى يشري من عندك افون، يعني باش ما يتفاجئش من بعد ما كياخذ الكوموند من الامانه اللي غدوز لك الخلاص ديال الكوموند اوتوماتيكمون الحساب البنكي ديال. اذا هنا كتلاحظوا يا اما كدير غوسيفوار دي ميساج باش نتواصل مع الاشخاص عبر الفيسبوك او لا عبر الواتساب، يعني حسب اختيار كل شخص. بالنسبه لطريقه النشر ديال المنتوج ديالي، يمكن لكم تعتمدوا على كذلك فيسبوك ادسنس، يعني كتخلصوا واحد المبلغ بسيط باش هو كيقوم بالنشر ديال الصفحه اوتوماتيكمون وكينشر المنتوج ديالكم باش يوصل لواحد العدد كبير من الاشخاص. الطريقه الثانيه هي ماركت بليس، ولو انها غير عمليه، يعني فقط شخص مبتدئ بغى يبدا يبيع شي حاجه، دونك كنديرو فوندغ وكنقوموا بالنشر ديال الموضوع او المنتوج اللي بغينا نشره. مثلا نشوفوا امثله ديال اشخاص اللي كيقوموا بالبيع ديال مجموعة من المنتجات، اذا كندير فوندغ وكنعبئ المعطيات ديال المنتوج ديالي بما في ذلك الصورة، في التيتر كنكتب الاسم ديال المنتوج والثمن البخي، كندير كذلك في ديسكريبسيون كنوضع جميع المعطيات ديال المنتوج ديالي. في حالة إمكانية لك انك ترسل لمدن اخرى، يعني يمكن الشخص يتوصل به ولو يكون في خارج المدينة ديالك، كذلك كنضيف هذه المعطيات، يعني جميع المعطيات اللي يمكن شخص يسولني عليها كنضيفها باش ما نبقاش كل مره نتوصل برسائل اللي نضيع فيها الوقت عبر الاجابه. اذا الا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك، وشكرا على تتبعكم.